وينضم إلينا من خان يونس مراسلنا يوسف أبو كويك. أرحب بك يوسف. مع استمرار القصف، أين أصبح اليوم الاحتلال في استمرار عدوانه على قطاع غزة؟ وهل التمركز لا زال في وسط غزة؟ نعم أمل، الاحتلال في عدوانه طال كل محافظات قطاع غزة. في مدينة رفح ما زالت 5 ألوية تابعة لجيش الاحتلال تكمل العملية البرية الموسعة والتي باتت على الأطراف الشرقية من مخيم يبنى، إضافة إلى أن القصف الجوي العنيف يطال منطقة الشابورة وسط المدينة، كما أن هذه الآليات التي تمركزت عند بوابة صلاح الدين تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب وسط المدينة، ما يعني أنها عملية عسكرية موسعة بعيدا عن محاولات تجميل ما يجري في رفح وأن هناك التزاما إسرائيليا بما تسميها الإدارة الأمريكية الخطوط الحمراء. الاحتلال وحسب الصور التي بثتها الأقمار الصناعية يقوم بعمليات تجريف واسعة وهدم في المناطق التي يتمركز فيها، في منطقة الوردة الحمراء في حي السلام، إضافة إلى حي البرازيل الذي تعرض لدمار واسع جراء العملية البرية والتي عبرت من خلالها الآليات الإسرائيلية وصولا إلى بوابة صلاح الدين، إضافة إلى منطقة تلة زارع. هذه المنطقة الواقعة إلى الشرق من حي جنينة تعرضت في الساعات الأخيرة إلى قصف مدفعي وجوي عنيف، توازى هذا القصف أيضا وترافق مع استهداف المناطق الشرقية من حي جنينة وكذلك خربة العدس، إضافة إلى أن الطائرات المروحية وطائرات كواد كابتر هي الأخرى تشارك في العدوان المتواصل على المدينة، وباتت تطلق نيران أسلحتها الرشاشة وصولا إلى ما يعرف بمفترق كير ومحيط المشفى الكويتي وسط المدينة. في المحافظة الوسطى اقترف الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى في ليلة جديدة من ليالي هذه المحافظة مجزرة بحق عائلة نازحة فيما تعرف ببناية لنويري الواقعة إلى الشمال من مخيم النصيرات، حيث أغارت الطائرات على شقة سكنية في هذه البناية، أسفر ذلك عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا جميعا في البداية إلى مشفى العودة بمخيم النصيرات قبل أن يتم نقلهم صوب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. ترافق القصف الجوي مع استهداف مدفعي لأقصى المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وتحديدا غرب مخيم الجديد في المحافظة الوسطى، إضافة إلى قصف مدفعي يطال ما بين فينة وأخرى المناطق الشرقية من مخيمي البريج ومخيم المغازي. في محافظة غزة أيضا تجدد القصف الجوي هذه المرة على بناية سكنية في شارع الصحابة، وهي من المناطق التي ينحصر فيها النازحون والتي تمتد ما بين شارع الصحابة إلى منطقة شارع الرشيد في غرب مخيم الشاطئ، لكن الطائرات الحربية أيضا استهدفت مجددا منزلا هناك ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، وكانت هذه الغارة قد سبقها أيضا قصف طال بناية سكنية في شارع يافا شرق مدينة غزة. المشهد الطاغي في أقصى شمال القطاع يتعلق بعملية النزوح، حيث أجبر الآلاف من سكان المحافظة الشمالية وتحديدا منطقة بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا إلى التحرك مرة أخرى باتجاه غرب مدينة غزة بعدما وصلت الآليات الإسرائيلية إلى كل أحياء وبلوكات مخيم جباليا تحديدا إلى منطقة حمدان غرب المخيم، أي أن الآليات الإسرائيلية باتت عند الأطراف الغربية من مخيم جباليا وتحديدا في منطقة الفالوجة، وهي تقوم بنسف عدد من المربعات السكنية، وقد وصلت إلى محيط مشفى كمال عدوان الذي تعرض في الأيام الأخيرة إلى قصف مدفعي أجبر الطواقم الطبية هناك على الإخلاء، لكن الآن الآليات الإسرائيلية باتت تحاصر هذا المشفى بشكل كلي وتتقدم باتجاه بلدة بيت لاهيا التي نزح منها الآلاف أيضا باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة، نظرا لأن القصف بات يطال معظم أحيائها، كما أن القصف طال منطقة بئر النعجة الواقعة إلى الغرب من مخيم جباليا شمال القطاع. نعم يوسف، إذن أسلحة تدخل
في استمرار العدوان على قطاع غزة من قبل المحتل الإسرائيلي، استمرار في تدمير لمبان وأحياء لم يدمرها الإسرائيلي ربما في الاجتياحات السابقة، ونتحدث عن رحلة نزوح من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط ذهابا وإيابا يعيشها الفلسطينيون داخل قطاع غزة منذ أشهر طويلة، وهم يهربون من أوجه متعددة ولا تنتهي من الموت. أشكرك على هذه التفاصيل مراسلنا من خان يونس يوسف أبو كويك.